اللي احنا بنحاول نعمله ان احنا نطلع لايف من ايفنتس. الايفنتس دي اكتر حاجه تبقى في الانترتينمنت او اكتر حاجه هنبتدي بيها هتبقى في الانترتينمنت سين، من ناحيه مزيكا، من ناحيه رقص، من ناحيه اوبرا، من ناحيه ايفنتس طبيخ، يعني كل انواع الايفنتس الانترتينمنت. الفكره كلها ان احنا ليه مختارين الانترتينمنت سين، عشان حاسين ان في جاب كبير قوي ما بين البلاد او الوطن العربي، ان مثلا بيجي يعمل ايفنت وعايز الايفنت ده ينجح بيجيب حد من بره علشان يعمله له، ده في بلاد كتير قوي. فاحنا مش بس مركزين على فكره احنا نطلع لايف على الايفنتس ونفرجها للعالم كله، لا، احنا كمان عايزين نعمل اويرنس اكتر عن ازاي كل حد يقدر ينظم حفله او عايز يجهز حفله يجهزها ازاي. وهنعمل مش بس برامج بتتكلم على كده، الفكره بس ان البرامج كمان هتنزل لايف، يعني الحلقات هتبقى زي التلفزيون زمان، الحلقه بتنزل في الوقت ده الساعه كذا، وافلام وثائقيه او شورت فيلمز عن الحفلات وهي بتجهز والبروسس اللي بتحصل فيها.